هذه التظاهرات التي تخرج أسبوعيا للمطالبة بصفقة فورية مع المقاومة الفلسطينية لتبادل الأسرى. اليوم أيضا يتصاعد أكثر خطاب هؤلاء المتظاهرين الذين يخرجون بشكل أساسي ضد حكومة بنيامين نتنياهو أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. أصدروا بيانا اليوم قالوا فيه بأن أبناءهم لن يروا النور إلا بسقوط حكومة بنيامين نتنياهو. مشاهدين، هذه التظاهرات في تصاعد مستمر منذ عدة أسابيع حتى اليوم، خاصة بعد خروج بني جانس من حكومة بنيامين نتنياهو وانفراط عقد مجلس الحرب الإسرائيلي، وخاصة بعد تصعيد المعارضة الإسرائيلية ضد بنيامين نتنياهو، حتى وصلت المطالبات إلى حد المطالبة بانتخابات مبكرة في إسرائيل، ما يهدد مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي. بالتأكيد حتى الآن مشاهدينا، بنيامين نتنياهو الذي التقى أهالي الأسرى الإسرائيليين لم يعر أي اهتمام لهذه التحركات ولهذه التظاهرات، لأنه بحسب ما بات معلوما بأنه يخشى على مستقبله السياسي، لأن وقف هذا العدوان على قطاع غزة بالنسبة لبنيامين نتنياهو سيعني بأنه هو اللحظة الأولى لبداية الحساب، بداية الحساب ما قبل 7 أكتوبر، لأن بنيامين نتنياهو متهم بقضايا فساد هو وزوجته سارة، بالإضافة أيضا إلى تحقيق سيبدأ بالنسبة لما حصل في 7 أكتوبر، وهذا ما يهدد بنيامين نتنياهو والعديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل. وتاليا هذا يعطينا السبب لماذا بنيامين نتنياهو حتى الآن لم يصغي لهذه التحركات والتظاهرات التي تستمر منذ عدة أسابيع حتى اليوم في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة فورية مع المقاومة الفلسطينية لتبادل الأسرى. إذن مشاهدينا الأعزاء، هذه التظاهرات مستمرة في تل أبيب بدعوى من أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. قبل يومين كان هناك تصريح لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد لصحيفة معاريف، قال فيه بأن نتنياهو يمثل فشلا ذريعا، وعندما يرحل لن تحمل اسمه حتى نافورة، ولا أحد من قادة العالم يصدقه أو يريد التعاون معه. يوجد أناس مجانين تماما في الحكومة، وتطرف بن غفير وسموتريتش يجرنا لعوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل. هكذا قال يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، والذي أيضا توقع بأن يكون هناك انتخابات مبكرة هذا العام، وتوقع أيضا رحيل حكومة بنيامين نتنياهو الذي يواجه هذه الأيام مأزقا كبيرا، إن كان على مستوى قطاع غزة، إن كان على مستوى هذه التحركات التي نراها والتي تطالب بشكل أساسي باتت بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل فورية مع المقاومة الفلسطينية، وتاليا وقف العدوان على قطاع غزة. هو يواجه أيضا حتى مشاكل مع حلفائه، والبعض يتحدث عن تباين كبير بين بنيامين نتنياهو وجو بايدن الرئيس الأمريكي. إذن هذه التظاهرة مستمرة بدعوة من أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. المطلب الأساسي هو إبرام صفقة تبادل فورية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبات أحد العناوين الرئيسية لهذه التظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. We need every one of you here to help us put pressure on Netanyahu to take the deal that he does on the table.
and release our people from terrorist captivity. إذن مشاهدينا، كما نستمع لما يقوله أحد المتظاهرين بأننا نريد أن نضع الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إبرام هذه الصفقة مع المقاومة الفلسطينية، الشعارات واضحة في هذه التظاهرات. وبالمناسبة هذه التظاهرات واضح بأنها تتوسع بشكل كبير أسبوع بعد أسبوع، والصورة بالفعل ما نراه هو تحرك كبير ضد بنيامين نتنياهو، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بصفقة فورية مع المقاومة الفلسطينية من أجل تبادل الأسرى. إلا أن بنيامين نتنياهو حتى الآن لا يعني يتجاوب مع هذه التحركات التي تطالب باتت بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وهي تخرج منذ عدة أسابيع حتى اليوم. ونرى هذه الصور للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية التي أيضا هي تطالب دائما بتبادل للأسرى مع ضمان وقف العدوان على قطاع غزة. في المقابل دائما ما يحاول بنيامين نتنياهو أن يتذاكى في هذا الموضوع وأن يفرض شروط إسرائيل على المقاومة الفلسطينية من خلال الإعلان عن تبادل الأسرى وعدم الالتزام بأي بند له علاقة بوقف العدوان على قطاع غزة، وهذا ما ترفضه مطلقا المقاومة الفلسطينية، التي أكدت في أكثر من مناسبة حتى بعد إعلان جو بايدن الرئيس الأمريكي في خطابه عن المقترح الذي قال بأن إسرائيل اقترحته عليه، هي قالت وأكدت مجددا بأن المطلب الأساسي هو وقف العدوان على قطاع غزة ومن ثم انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وبداية إعادة إعمار قطاع غزة. Since day one of this war, Netanyahu has done everything in his power to sabotage any chance of reaching a deal. We are stuck. Neither one acting in the best interest of the people. One is Hamas leader Yihya Sinwar, the man responsible for the Yaines October 7th attack. إذن مشاهدينا، ونحن نتابع هذه التظاهرة التي تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة لإطلاق الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة.